آخر الأخبار والاطمئنان على كل الاستعدادات، كلنا شوق إلى الافتتاح. مدير طبعا البطولة والصديق العزيز الكابتن محمد فضل، مساء الأنوار يا أبو كباتن. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، إزي حضرتك؟ يا رب يخليك. وخلاص بنعد الساعات أهو، بنعد الساعات. آه طبعا، يعني الواحد يعني كل ما بيقرب كل ما الحمد لله الواحد مبسوط ومستني. ذاكرنا كويس، اجتهدنا، تعبنا كدولة، فإن شاء الله بإذن الله يا رب يبقى يوم جمعة يوم خير على مصر تنظيميا وفنيا بإذن الله إن شاء الله. النهاردة حضرت تدريب المنتخب يا كابتن فضل؟ لا لا، أنا بقالي حضرتك من 27 واحد والله يا كابتن مدحت اعتزلت الفنيات، فمش عارف أي حاجة، مركز في الإداريات بس. مش عارف الأجواء هناك الحقيقة. أنا قلت امبارح خبر سعيد جدا، مسألة المواصلات اللي انتوا وفرتوها للمواطنين. حابب ان انت تشرح لي الحته دي، اللي عايز يروح المنتخب من خلال الـ الشركه اللي انتوا تعاقدتوا معاها. هو حضرتك احنا لما جينا نفكر كابتن يعني ما فكرناش تطوير منظومه فقط او انفراستراكشر او يعني حاجات ملاعب واستادات واستقبالات وانتقالات فقط. فكرنا المشجع المصري ازاي ممكن يروح، يعني ده ملف من ضمن ملفات، يعني طبعا ان هو ممكن ازاي يروح المباراه، يروح المباراه قبل، يعني قبل المباراه بقد ايه، ايه وسائل الانتقال من الى، يعني من بيته لغايه فين من الاستادات. يعني مثلا استاد زي استاد السلام، احنا بنتكلم لو رايح بالمترو فهيبقى في 13 كيلو مسافه ما بين المترو لغايه الاستاد، فطبعا في وسيله اخرى وهي وسيله انتقال سواء هتوفرها وزاره النقل او حتى شركه الانتقال. اما حضرتك تفكر يبقى عندك طموح، اما يبقى معاك حد بينفذ هو ده الاهم. فطبعا في شركه فعلا تعاقدنا معاها ودي سبونسرز ودفعت مبلغ محترم للجنه المنظمه وقدرت ان هي تعيش الحلم او الطموح اللي احنا عاوزينه، ومش للبطولة فقط، حتى لما بعد البطولة هيبقى ده بداية مشروع، وإن شاء الله بإذن الله نغطي كل التفاصيل اللي احنا عايزين نوفرها للمشجع المصري. طيب اللي عايز يستخدم بيبقى فيه أبليكيشن موجود على الإنترنت؟ اه طبعا في أبليكيشن، يعني هو طبعا الناحية الفنية الأكثر إن هو يتكلم فيها حد متحدث باسم الشركة. ولكن لما جينا فكرنا معاهم في أبليكيشن وفي تخفيض، يعني تخفيض محترم، يعني في رقم محترم. احنا بنتكلم ان في انتقالات بتبقى من الى بتوصل ل 10 جنيه، ده رقم انا شايف ان هو مناسب للمشجع المصري. ف وانا نفسي يعني ان تجربه المشجع المصري ان هو يروح من غير عربيه. بالظبط، نفسي اقدر احاول اوفر له الكلام ده يا كابتن. ان حضرتك يعني حضرتك طبعا خبرات حضرتك شفت في كل حته داخليا وخارجيا. اما المشجع ما يبقاش حامل هم الركنه ويبقى عارف ان هو هيدخل ازاي ويخرج ازاي، بيتهيألي احنا هنساعده ان هو يروح المباراه بشكل سلس. انا بوافقك جدا، وانا قريت انه هي عامله 600 مكان يستطيع المواطن المصري في اي مكان ان هو يختار ويروح للمواصله ويركبها وبتطلع بيه لغايه الاستاد. هي عامله كمان محافظات وعامله الاماكن برضه يا كابتن، لما حد يفكر ان هو يوفر اماكن والاماكن هتبقى فين، الديستنيشن نفسها والاستادات، وفي خطه برضه. والاحسن من كده طبعا، يعني مع احترامي احنا دايما دايما بنتعلم من الخبرات وبنسمع من الصغيرين، لكن في اثناء المؤتمر فوجئت ان القائمين على هذا المشروع كلهم ولاد شباب، يعني صغيرين شباب. بنتكلم في العشرينات، فدي حاجه برضه بتدي طبعا انطباع جيد ان الجنريشن اللي جايه بتفكر وبتتعلم من الكبار، من اساتذتنا طبعا، وبنحاول نجتهد وعندنا طموح. فان شاء الله رب المشروع ده يبقى مشروع بدايه لنظام جديد في الاستثمار الرياضي. بالظبط كده. يوم الجمعه بمشيئه الرحمن، هل هناك موعد لغلق ابواب الاستاد؟ الساعه 6 ان شاء الله باذن الله طبعا. هيبقى غلق ابواب الاستاد، وده لظروف امنيه. انا كنت اتمنى ان بقى الامور تبقى يعني زي اوروبا، لكن صعبه شويه الحكايه. لا، هو حفل افتتاح وحضرتك حتى في يعني انا راجعت كتير جدا في روسيا البيبان اتقفلت امتى عشان حفل افتتاح ووجود شخصيات مهمه. فانا شايف ان لا، يعني ساعتين قبل الافتتاح ده وقت جيد جدا جدا. الساعه 7 7 بتقول يا كابتن الافتتاح يا كابتن؟ ان شاء الله هيبقى الساعه 8. اوكي ان شاء الله. فطبعا لما الابواب بغلق الابواب
بنتكلم من 5:30 ل 6، فاتمنى ان 5:30 تبقى يعني يبقى كله يبقى متواجد. ان في تجربه اخرى بقى، وهي تجربه دخول الاستاد. دخول الاستاد حضرتك هتلاقي يبقى في كوميرشال ديسبلاي اريا وفي اكتيفيتيز، كل ده هيبقى موجود. فوانت داخل يا كابتن هتبقى هايل الوقت ده، هتبقى يعني بنحاول ان احنا نساعدك نفسيتك. هيبقى في ايه كوميرشال اريا فيها ايه يا كابتن فاضل؟ ده بيحياك مجموعه من الرعاه، وفيها أيوة. طبعا مثلا يعني احنا لو بنتكلم في ثالثه، يعني هقول لحضرتك مثال مثلا الثالثه شمال فيها مثلا اماكن، هي في كل مكان في واحده، يعني في اولى يمين اولى شمال، ثالثه يمين ثالثه شمال، ثانيه في كل مكان احنا موقفين الكوميرشال ديسبلاي اريا. بس انا هقول لحضرتك الثالثه شمال بس، عشان يعني هي دي البدايه. كانت هي البدايه اللي فيها ملاعب، ابتدينا ننشئ ملاعب ورا برضو اكتيفيتيز، بيبقى في مسابقات للرعاة، جوائز، اماكن للاكل، الكونسيشن، حمامات نظيفه. فالحاجات دي كلها دي هتساعد المشجع ان يبقى في امور كويسه. طبعا في شركه نظافه، المتطوعين هيكونوا موجودين عشان يشرفوا. فاحنا بنحاول يا رب يعني كمان ناقصنا بس سلوك المشجع ان هو يحافظ برافو على اللي اتعمل. بالظبط. يبدا الحفل الساعه 8 بمشيئه الرحمن ويستمر لمده، يعني احنا بنتكلم ان حضرتك 14 دقيقه الحفل افتتاح، ولكن احنا بنتكلم ان من 7:30 السيت اب هيتحط. السيت اب ده حضرتك بيتحط اللي هو الكاربت، السجاجيد اللي بتتحط عشان الملعب طبعا. شركه اعلام المصريين هي المسؤوله على الحفل وسينرجي، حاجه محترمه. يمكن انا كنت بشوف الحفل الريهرسل او التجارب اللي هتتعمل حاجه قويه جدا ومشرفه فعلا ومحترمه، وهتبقى جديده على الناس، جديده في التنظيم في الشكل. احنا نستحق ان احنا نتغير ونبقى نظهر بصوره فعلا مشرفه للبلد. نعم. فده هيستمر الشو لمده 14 دقيقه. احنا بنتكلم ان انتهاء الشو مثلا يعني هيبتدي حفل افتتاح هيبتدي الساعه 8، عقبال لما الشو يبتدي احنا بنتكلم في 8:25، هيخلص تقريبا على 8:39 او 8:40. نزول الفرق للتسخين، كل ده بالتنسيق مع الجنرال كوردينيتور او المنسق العام. نعم. دقيقه بدقيقه، ثم ان شاء الله بدايه المباراه الساعه 10 ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك كابتن فضل وبكل توفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا.